اليوم أمام قبة البرلمان لنناشد صاحب الجلالة الملك نصره الله لمطالبة بالحقوق المهضومة التي نعيشها منذ زمن بعيد. اليوم كناشدوا، جينا احنا وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء ومتقاعدين وذوي الحقوق لنناشد صاحب الجلالة مرة ثانية. واليوم كنتعرضوا للقمع من طرف السلطات، وهذا الشيء راه عيب وعار. نطالب بحقوقنا، لا نطالب بشيء الا الحق الذي يكفله لنا الدستور. فنحن لنا حقوق مهضومه، لنا حقوق مهضومه ونطالب بها، وكفانا من الوعود الكاذبه، كفانا من الوعود الكاذبه. هناك بعض المسؤولين يتلاعبون بهذا الملف، ولا احد يريد ان ينفذ فيه ولو نقطه واحده. ما الذي فعلنا لهذا الوطن الا اننا دافعنا عنه في شباب الزهري، شبابنا، وأعطينا الغالي والنفيس لهذا الوطن من أجل الدفاع عنه. ولكن يا للأسف، يا للأسف، المسؤولون لا ينظرون إلى هذه الشريحة. جينا من تنسيقية قلمين باب الصحراء وادعي سليمان، ممثلين ديال التنسيقية ديال باب الصحراء، مطالبين بالحقوق ديالنا، مهمشين من طرف الدولة ديالنا، وبغينا، لأننا نحن اللي حررنا الصحراء، وحنا اللي وقفنا بالنضال، وكاين فينا نعطبنا في الصحراء، وما كاين حتى شي حقوق. فين ما جينا كيرفدونا بالوعود الخاوية. أنا أولا جيت لهذه الوقفة الاحتجاجية السلمية، وبغينا غير السلم. وعاش الملك وعاش صاحب الجلالة. أنا أرملة بحال خواتاتي، هاد الأرامل كاملة ضايعين، جايين جينا نشكو على حقوقنا، جينا نشكو ما عندنا سكن، المنظر قليلة، ولادنا ما خدامين، وعندنا لا ديجي، ما تفكرنا في الأعياد، ما تفكرنا في حتى شي حاجة. حنا بغينا حقوقنا، بغينا حقوقنا، حنا هنا حتى ناخذوا حقوقنا إن شاء الله الرحمن الرحيم. المطالبة بالحقوق ديالنا المهضومة، فلهذا حنا اليوم الحمد لله المجلس ديالنا كيرعاه وكيسفو، هو صاحب الجلاله نصره الله القائد الاعلى ولاركان القوات المسلحه الملكيه. فلهذا اليوم حنا كناشدوا صاحب الجلاله باش يتدخل وينصف هذه الشريحه هذه المهمشه. هل يمكن ان يهمش المتقاعدون العسكريون ويعاملون بهذه المعامله، والمنافقون السياسيون يستفيدون من جميع الخيرات البلاد؟ هل يمكن من ضحى بالغالي والنفيس بلحمه وشبابه ودمه من اجل ان يعيش هم ويأمر في قوه النعيم، ونحن نعيش في الجحيم؟ هل يمكن بان تعامل هذه الجهه التي ضحت باحسن ما لديها بهذه المعامله لا اخلاقيه، والتي قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه، والمنافقون السياسيون امثال الذين رؤساء الاحزاب الذين يكذبون حتى اصبحوا يسمون بمسلمات كذاب؟ كنا نتمنى ناتي الى الرباط لنستمتع بمكان بجمال المدينه وتاريخ المدينه، ونتامل في معنى كلمه الرباط، لكن اتت بنا الظروف اليها تعبيرا عن المعاناه وعن المعاناة التي نعيشها، والإقصاء وعدم رد الاعتبار لهذه الشريحة المهضومة الحقوق.